اختي معك هند رافعي. انا جايه من المحمديه. سمعت ان البارح وزاره الصحه عنات وتقالت في جميع المنابر الاعلاميه انها لو 25 غادي تكون محلوله، ما غتبقاش تسد 24 ساعه على 24 ساعه، لا ماشي 24 ساعه، 7 ايام على 7 ايام من الصباح حتى 8 ديال العشيه. هادشي اللي سمعنا. جيت اليوم قلت بما ان اليوم الحد غادي تكون الدنيا خاويه وكذا وكذا، جيت باش وانا فاتني الوقت، يعني عندي رونديفو السيمانه اللي فاتت. ملي كنجي كنتفاجئ بان هذا المركز مسدود ديال التشارك مسدود. ملي دخلت سولت قالك لا حنا ما عندناش، هاد وزاره الصحه ما علمتنا، ما كايناش هاد الهضره هادي، ما غاديش نحلوا الحد. انا قلت لهم فوالا راه اش كاين اش كاين، راه تقالت فهذا، قال لي لا هاد الهضره ما كايناش، هاد الهضره ما كايناش، راه ما عندنا حنا حتى شي علم على هاد الخبر. كيفاش وزارة الصحة هذا تابع لوزارة الصحة ولا ما تابعش؟ كيقول لك حنا غير عمل تطوعي، هادو جايين يديروا فاكسان اللي هي ماشي، راه الناس خايفين منها، راه يعني راه باش الدولة راه بواحد المشقة، راه كاينين شحال من حاجة التوعية دازت في التلفازة دازت هذا باش الناس يجيو يديروا الفاكسان. في الآخر يجي واحد يقول لك هذا غير عمل تطوعي، كيفاش أنا غنثق فيه؟ أنا كنثق في وزارة الصحة، ما يمكنش نثق في واحد آخر يدير لي فاكسان. مني جيت قال لك هذا غير عمل تطوعي، ابواب مسدوده. يعني انا جايه دابا من المحمديه، قلت بما ان وزاره الصحه باش دارك غيدير الجرعه، حتى كنتفاجئ بان راه الناس راه ما مساعدينش، راه مراكز راه ما مساعدينش، وزاره الصحه راه فاتحه الابواب ديالها، راه علموا بها كاع المراكز الاعلاميه المنابر الاعلاميه، ولكن راه خاصها تكون واحد المراقبه منها، راه المراكز تلقيح راه ما مساعدينش. على زياده على ان ملي كيكونوا مفتوحين راه الناس راه كيتكرفصوا باش يديروا هذيك الفاكسان، راه هادشي عندهم النهار كحل، هاد التيرني راه النهار كحل عندهم، نهار جايين راه كيجوا من 7 الصباح راه ما كيمشيو حتى 6 العشيه. يعني شويه خاص تكون واحد النظام، راه كاين اللي ما فيهش كورونا كيديها معاه بالزحام، وبداك النظام اللي ما كاينش راه كيديها معاه، كيديها لولادو. يعني هادشي اللي بغيت نقول لك، وزاره قالوا لي مسدود ما كايناش هاد الهضره ديال ان وزاره الصحه راه علمت لو 25 غادي يكون هذا، قال لك هاد الهضره ما كايناش، حنا ما علمونا ما حتى شي حاجه، وزايدون هاد الناس راه غير متطوعين، يعني بغاو يحلوا ما بغاوش يحلوا، هذاك الشيء كيبقى قانتهم. راه ما يمكنش يصيفطوا لك ميساج هذا، واش تابع هاد المركب؟ واش تابع لوزاره الصحه ولا لا؟ انا جاني في ميساج، انا فاش عمرت جاني هذا في ميساج، انا تما فين غادي ندير؟ كي راهو مسدود، يعني انا فين غنمشي؟ هاد الناس هادو عرفتي شحال ديال الناس رجعوا اليوم؟ انا من تقريبا 8 الصباح قاتني هنايا، والناس راه كيرجعوا ماشي ما كيجيوش، راه الناس راه يعني راه شافوا هاد الخبر هذا وجاو، وكيقولوا للسيد الحارس اللي كاين هنا كيقولوا له ولكن حنا سمعنا في التلفازه راه قالوا كيقول لهم لا هاد الهضره ما كايناش. اذا شكون اللي واش وزاره الصحه كتكذب دارت بلاغ كاذب ولا شنو؟ ما يمكنش المنابر الاعلاميه راه كلها صرحت بهذا الشيء، ميمكنش غيكون بالغ. دونك هذا خاص هذا المركز هذا يشوفوا قصته كيفاش دايره، واش تابع لوزاره الصحه ولا لا؟ انا هادشي اللي بغيت. اخي المطلب ما يبقاش يضحكوا على الناس، راه ماشي اللعب هذا، راه الناس راه كيموتوا، راه كيموتوا، نقدروا نتهاونوا في شي حوايج اخرين، ولكن هادشي راه ما يمكنش نتهاونوا فيه، هذه صحه الانسان ما يمكنش نتهاونوا فيه، راه الناس راه كيجيو منين ومنين، راه كاين اللي ما ساكنش في هذه البلاصه في هذا السيكتور هذا، ولكن كان ساكن هنا، وتحول اخ كازا ولا كل واحد منين جاي، ولكن باش يجي شي طريق وفي الاخر يلقى ابواب مسدوده، راه هادشي راه ما يمكنش.